وانهم تواقين للتشكيليين وكل انواع الفنون التي من شأنها ان تثري ثقافتنا العربيه. الاستاذ مهدي البابلي مخرج وكاتب واعلامي، رئيس مهرجان كوتا في ميشيغان للسينما، مؤسس ومدير المركز الدولي للإعلام والثقافة والإبداع في أمريكا، عضو نقابتي الفنانين والصحفيين العراقيين، من أول مبادرين لتأسيس نقابة الفنانين العراقيين في أمريكا الشمالية، أستاذ لمادة السيناريو والتصوير والإخراج في معهد الفنون الجميلة في العراق وبعض الدول العربية، له أعمال كثيرة، أخرج وكتب ومثل بأعمال درامية عديدة توزعت بين المسرح والسينما والتلفاز والإذاعة. نستضيف هذا اليوم للإضاءة على معوقات السينما العربية وما هي الأفاق المستقبلية. الأستاذ مهدي البابلي، اسمح لي أن أهديك بيتين من الشعر وأقول: في السينما يا ما حللت مسائل، قد كنت في هذه الفنون مناضل، واليوم تشرق في المغارب ساطعا، آت إلينا من عراقة بابل. الأستاذ مهدي البابلي، نستقبله التصفيق. طبعا المحاضرة إن شاء الله تكون نص ساعة، بعدها اللي يحب سؤال وجواب الأستاذ مهدي، ومن بعدها سوف يتم عرض الفيلم اللي يستخدمه الأستاذ مهدي. مشكورة. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات السادة الأكارم، علي السندي الإنسان الشاعر وحده بمقام أمسية مفتوحة، فشكرا لكم. وشكرا للدكتور علي الحضن الدافئ للفعاليات الثقافية والفنية في جاليتنا الكريمة. في هذه الأمسية المباركة الجميلة بحضوركم، أود أن أتحدث بشكل موجز بعدما أغرقتنا الأحزان، لكن كإنسانيين وكجالية عربية موجودة على أرض الولايات المتحدة الأمريكية، نرفض الموت إلا واقفين. لذلك نحاول أن نفعل ساعة حياتنا هذه بالعطاء المغدق على قدر ما نستطيع حيثما كنا. فاليوم سأتحدث عن السينما العربية وأبرز معوقات انطلاقتها وآفاقها المستقبلية. حقيقة أثناء بحثي المستمر في مجال السينما والمسرح أيضا، وجدت عبارة لدكتور جاك شاهين وهو أستاذ في جامعة إلينوي الجنوبية، يقول الله يرحمه، يقول: العرب هم المجموعة الأكثر خبثا في تاريخ هوليوود، غالبا ما يعتبرون دون البشر للحط من قدر الغجر واليهود. هذه العبارة استوقفت عندها طويلا، ووددت أن لا أكون محامٍ عن السينما العربية بقدر ما أكون باحث بالذي أتمكن منه. فالسينما العربية مثل ما تعرفون صار لها أكثر من 100 سنة، يعني قرن، وتاريخ الولايات المتحدة الأمريكية يناهز 3 قرون. بالـ100 سنة العربية
اللي هي قرن عربي. السينما العربية ما زالت تراوح في نفس دائرتها، بينما الولايات المتحدة الأمريكية بثلاث قرون استطاعت أن تحتوي العالم. فهذا يؤشر على عجز كبير في عالمنا العربي، والواجب أيضا التصدي لهذا الموضوع الهام جدا. السينما هي مرآة الحياة، لذلك سميت بالفن السابع لأنها خلاصة الفنون. وأذكر عندما كنت في دمشق الحبيبة وكنت مهموما في إقامة أمسية عن العبقري مصطفى العقال، التقيت أثناء بحثي بشقيقه الراحل أيضا الأستاذ زهير، وقلت له، قال سألني لماذا تريد أن تعمل أمسية عن مصطفى العقاد؟ قلت له لأن هذا الرجل حقيقة هو استثنائي، عربي استثنائي. وقال لي، أجاب على سؤالي بأنه لماذا لا تقول عن الأمة العربية أمة عقيمة؟ فقلت له كيف؟ قال من عام 76 ولحد هاي اللحظة لم تستطع أمتك العربية أن تنجب عقادا آخر. فقال لي لا تقول عنه عبقري وإنما الأمة جاهلة، وكان هذا رد قاسي بصراحة. وواجهته بتحدي أنه أمتنا ما زالت تنجب وتعطي الكثير. عموما سندخل في لغة الأرقام حتى لا يضيع الوقت علينا. السينما انطلقت عام 1895 على يد الأخوين لومير مثل ما تعرفون حضرتكم في باريس في مقهى صغير، وابتدأ الموضوع أشبه بلعبة كان الهدف منها هو الاستدرار المادي، الاستفادة المادية من هذا العرض شو. ولذلك أخذ على السينما بأنها تجارة ومن ثم صناعة. وانطلق هذا السحر الجميل من باريس إلى أرجاء المعمورة في كل دول العالم. ما يخصنا الآن نتحدث عن عالمنا العربي، فدخل في أول ما دخل إلى مصر الحبيبة، بعده مباشرة بعد عام 1895، عام 1896 دخل إلى مصر وتحديدا الإسكندرية، ومن ثم انتقل إلى القاهرة، وبعدها ذهب إلى البلدان العربية في لبنان وسوريا، في سوريا أيضا في حلب، انطلق من حلب ومن ثم إلى دمشق، وبعدين توجه إلى العراق وإلى دول المغرب العربي. أثناء التجربة الآن الهامة التي أقوم بها هي إقامة مهرجان سينمائي عربي عالمي هنا في ولايتنا ميشيغان. وصلتني أكثر من 120 فيلم من مختلف الدول العربية، وأنا أفحص هذه الأفلام وأرى نفس المفردات ونفس المشاكل اللي راح نتحدث عنها بشكل موجز حتى لا تتحول إلى محاضرة وأنتوا أساتذتي بصراحة. المشكلة الأولى أنه بشكل مختصر السينما العربية سينما مؤدلجة، هنالك جهات تدر العطايا والمصاري مقابل أن أنت تصنع فيلم، هنالك استثناءات، هذه الاستثناءات هي جهود فردية، هي جهود إبداعية. ولذلك نرى الكثير من الشخصيات العربية، عربية الدم والنشأة
عندما تغادر بلدانها تتحرر من قيود كثيرة تصنع أشياء جميلة. وإذا أردنا نأخذ نموذج واحد نشتغل عليه ممكن نشتغل على الراحل العبقري مصطفى العقاد عندما جاء من حلب إلى أمريكا استطاع أن ينطلق بفضاءات رحبة ويتحول هذا العربي الحالم إلى اسم عالمي لامع ومهم وكبير. وعندما سئل العقاد لماذا اشتغلت في فيلم الرسالة الفيلم المهم اشتغلت بأدوات عالمية ولم تكتفي بممثلين وعناصر إنتاج الفيلم السينمائي من عالمنا العربي؟ قال أنا أوجه رسالتي للغرب للآخر، فحتى أوصل الرسالة مالتي إلى الآخر لازم أستخدم أدواته. فلذلك استطاع أن يتفق قبل سنتين. أنطوني كوين يقول عن العقاد قبل سنتين استطاع العقاد أن يحجزني يأخذ من عندي موعد على مود أشتغل له فيلم الرسالة. وموريس جار واحد من كبار الموسيقيين بالعالم الوحيد، موريس جار في مذكراته يكتب الوحيد الذي قال لي ليس هذا العمل هو عمل يناسب فيلمي هو مصطفى العقاد بكل جرأة. إذن صناع الفيلم من عالمنا العربي بإمكانهم أن يصلوا إلى مديات واسعة وكبيرة ومؤثرة ومهمة. يعني الحوار والحديث بصراحة عن الفيلم وأدوات الأفلام اللي مستخدمة والنماذج المستخدمة كثيرة. أنا أحب